ارفعها بقى لفوق، ارفعها لفوق بقى، ارفعها لفوق. ايوه ارفعها لفوق بس. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ تعبان. اشيلك؟ اديني محلول. ارفع ارفع لفوق. خد محلول اللي انت عايزه. اديني 7 نقط. ماشي خلاص. لا لا، المحلول الاول. خد عشان تقدر تاخد. ماشي بس اخد المحلول. 7 نقط اكتر من كده لا. ارفعه لفوق بقى، واحد يمسكه وانا هقعد. انا هقعد. اديني محلول. انت اديني 7 نقط. 7 نقط. ارفع الازازه، ارفعها. انا دايخ. لما تقعد في اي حته على جنب. ماشي ارفعها تاني لو سمحت. لما تشرب منها على طول. 7. ما تقفلها. كابتن لو سمحت، ممكن تمسك لي بس المحلول بس ونقط لي بس 7 نقط لحسن. انا مش قادر احطها هنا، فعايز اخد المحلول احسن. دايخ. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ارفع ارفع المحلول. ارفعه. بس كده نزل كتير على فكره. نزل كتير؟ لا يعني قس خلاص، هو كده راح. بس كده نزلت بالظبط. كده 7؟ اه. امال انا حاسس. طب اطلع على المستشفى. في المستشفى قدامنا يا شباب. يا عم هشام. امس ايدك ما تسيبنيش. والنبي ما تسيبنيش. يا عم قوم في كده بقى. 7 خلاص. 7 خلاص. لا كده 8. لا لا 7 بس. اديتني جرعة زيادة. لا لا 7 بس. لا 7 بس. 7 هما 7 بس يا. لا ألف سلامة ألف سلامة. استنى أنا أشيلك أنا بقى. إيه 7 بس هما اللي خدتهم. لا لا 7 أنت موتني. لا لا تعالى تعالى بس. موتني. تعال فضلها هنا، تعال فضلها هنا، تعال فضلها. ايه قلتلي؟ تعال فضلها تعال. كده المية فتحت. كده كتير. سلمت خلاص؟ في كرشة نفس. تاخدك شوية، تعال تاخدك شوية. تضحك. أخدت 10 ولا 20. أنت اللي بتعد. أنت اللي عديت، أنا ما عديتش. أنت المفروض تعد، أنت عارف نفسك، أنت المفروض تعد أنت. وعد ازاي وانا باخد دلوقتي؟ ما انت تعد 1 2 3 4 5 6 7 زي ما بتعد. لا معايا دكتور اخصائي اهو، خلي بالك ده. انت حط دكتور ابراهيم فجله ده بتاعنا. كابتن ممكن بس تشيلني البطيخ؟ كتير قوي دول. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عمل فيك كده بس. الحق الحق. اتكلم عد بقى.
ايه الاكياس بقى؟ هتقدر؟ يا رب. الحال بطيخة دي، بطيخة دي يا رب. خرابي حضرتك، مش تقدر تشيلها. ليه؟ هاتي كده يا رب. يا خرابي، هو حضرتك كده ممكن تجيب حد يشيلهم معاك. طب انا اعمل ايه؟ طيب ما حضرتك كده تجيب حد يشيلهم معاك. طب معلش دي والنبي، عشان خاطري، عشان خاطري، معلش والنبي، ربنا يكتر خيرك والنبي. يا رب. صعب قوي. الشيشه يا باشا. ايه ده يا كبير؟ ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ دي الشيشه. انا طالب شيشه. ما هي دي؟ لا ايه دي؟ هي دي الشيشه بتاعتنا. ده اوبشن. انا بسالك دي ايه دي؟ ده يعني المفروض انها سيجاره. بس دي مش سيجاره، هي شكل السيجاره بتيجي مع الشيشه. خلاص بنشحن الشيشه ديت. ايوه انا عشان دي وايرلس. انا مش عاوز وايرلس، انا عاوز شيشه. ما هي دي الشيشه، دي مش مدرب الصحه. انت شايف ان دي شيشه؟ ايوه يا باشا شيشه. غير لي الحجر، غير لي الحجر، حجر مش عاجبني غيره. بس كده يا باشا، من عينيا الاثنين. حجر نوفي جديد اهو يا باشا. بقول لك يا بومبو، انا مش عايز ايه؟ تاخد حاجه؟ انا بتكلم معاك دلوقتي، انا عايز شيشه. ايه اللي انت جايبه ده؟ دي شيشه. شيشه ايه بس؟ بمرتي دي، بمرتي. وايه ده اللي انت جايبه ده؟ ده اللي ايه بس؟ ايه ده؟ بالراحه بس كده. هو ايه ده؟ بص بص بص، تعالى بس كده، انا اقول لك حاجه. تعالى لا بص بص بص، شكلكوا ايه؟ شكلكوا ايه؟ بلطجيه. شكلنا ايه؟ ها بلطجيه. شكلنا ايه؟ شكلنا ايه؟ ده نورك اساسا يعني النهارده مش عارف، النور زايد والدنيا منوره والشمس حلوه. انت اللي ذوق معمر بقى ولا ايه؟ لا ده انا هعمل لك احلى وايد دلوقتي. صباح الفل. شاشتك يا معلم. ايه ده؟ شاشتك. انت هبل؟ ليه بس كده حضرتك؟ فين شيشتي؟ انت بتهزر حضرتك يعني؟ ايوه دي الشيشه بتاعت حضرتك، مش انت طلبت شيشه؟ خوخ خوخ. ايه اللي انت جايبها دي؟ ايه انت جايبها دي؟ علموك ايه دي؟ نسيت افهم حضرتك، دي شيشه بالكهرباء وبتشتغل بالوايرلس، لسه جايه من الصين. احنا من الصين ولا جايه من القمر؟ انا مالي بيه؟ انا عايز، انا طلبت الشيشه. طب ما هي دي الشيشه. دي علموك؟ علموك دي شيشه؟ ايوه هي دي الشيشه عندنا هنا. فين الشيشه دي؟ يا حضرتك ده بص، دي اللي هي شبه السيجاره دي اساسا. خلاص دي بتيجي مع الشيشه، بنولعها كده اهوت وبنديها لحضرتك وبحط دي في الشحن عندي. انت بتهزر؟ ما بهزرش، بتكلم جد. فين؟ دي المسؤوله، دي المسؤوله، او اي حاجه اكلمه، حد اكلمه يعني؟ انت في حاجه في دماغك؟ من عينيا واحد، دي واحد، دي واحد. ايوه انا المسؤول، اتفضل. طب روح. مالها الروح؟ هتطلع ولا حاجه؟ دكتور؟ دكتور؟ في ايه؟ مالك يا استاذ؟ انا دكتور، مش عايز دكتور. انت إيه؟ انا طلبت منك ايه دلوقتي؟ طب مش انت دكتور؟ اه. بتشرب سجاير ليه وشيشه ليه؟ يعني انا غير بهدل صحتي، انت مالك؟ طب دي الشيشه حضرتك، اتفضل. دي الشيشه؟ ايوه دي الشيشه. ايوه دي اسمها ايه عندكم في البلد؟ دي شيشه. طيب ودي؟ ده اللي بتاع الشيشه. تمام. اللي بتحط فين؟ في الشيشه. طيب ايه ده؟ ده الاوبشن الجديد، ده الاوبشن الجديد الصيني، جايبينه عشان نجربه هنا في مصر. 6 قطع نزل عندنا احنا بس. مش مكسوف؟ وانت ماسك العلم؟ لا مش مكسوف. مش مكسوف؟
مكسوف. مش مكسوف ليه؟ طيب ده انا من الاهلي وانت شايل عقد من الزمالك بكل فخر ولا حاجه. على فكره احنا اللي بناخد الدوري طول عمرنا، مش فاكر ايام 6-1؟ مش فاكر والله. كده خسرانين ان شاء الله. بأمارت ايه؟ بأمارت ايه يا اخي؟ البت دي اهلاويه ولا ايه؟ بأمارت ايه؟ عشان بتخانق من الاهلاويه اساسا. بقول لك ايه بس امشي. انتوا فاكرين ارجوله ولا ايه؟ ارجوله يا متسائل. انتوا مجانين ولا ايه؟ يا متسائل عايدك بس يا كابتن تهلاوي، عايدك ما تلمسنيش. يبقى كده بعد كده احنا مش هنمد ايدينا. دي بنت برضو يا عم. هو عيدك ما بمدش ايدك علينا. انت شايف نفسك ولا ايه؟ خلاص مالكوش دعوه يا عم. بتقل لي ادبها يا عم. طب يلا يا ماما، ما تقلش ادبك يا اخي. انت بتتكتروا يعني؟ ما بنتكترش. بس يا شادر، بس يا حلوه. يا كابتن عايز ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه اهلاوي ولا زملكاوي يا عم؟ مصري. طيب مصري يبقى بعد اذنك كابتن. بعد اذنك مصري البورسعيدي. اه يلا 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 بس بس يا مالك. على فكره كابتن انت زملكاوي ولا اهلاوي يا عم؟ انت مالك؟ انا ايه؟ لا انا مالك ايه يا عم؟ انا بشجع الاهلي. انت زعلان ليه؟ لا يا كابتن زمالك. يا كابتن زمالك يا كابتن. احنا كسبناكم 6-1 يا عم. الكسوه على دمكم. كسبناكم 6-1 يا ابني. هم فين لعيبه؟ مفيش حاجه يا عم. 6-1 انتوا عمركم سافرتوا اليابان زينا؟ ده انتوا رحتوا. انتوا سافرتوا اليابان يا اخي؟ ده احنا لما بنلعبكم. ده احنا لما بنلعبكم كل اثنين من عندنا بيمسكوا واحد. احنا اعظم نادي. احنا اعظم نادي في الكوره. اه انا متاكد يعني. يلا شوف انت. احنا اعظم نادي في الكوره. هم الاهلاويه كلهم متعصبين. يلا يا عم توكل على النت. يا عم في ايه يا عم؟ لا لا الا الله. انت متعصب كده يا كابتن؟ يا كابتن انت متعصب. زملكاوي زملكاوي زملكاوي. كابتن بس بعد اذنك لحظه، تمسك لي بس العلم على معدل الشنطه. معلش انا اسف. فتح عليهم يا رزاق كريم على حرقة الدم. الواد ابو تريكه بعد ما عمل الموضوع دوت يا عم ده اكش يحرقه جاي ثاني. طيب في ايه؟ ايه ده؟ الدم مش ابيض وكمان ماسك الاهلي. يعني مش عيب؟ مش زي انت زملكاوي عيب عليك. عيب عليك. طب بص ايه؟ طب لما انت زملكاوي يا ابن عمي ليه شايل العلم ده؟ يعني اقول لك يا ابن عمي خد دوت واديني دوت او ده. ما خدش انا ده يعني. انت ايه ده؟ طب انا عندي فكره جامده قوي. قول. بص احنا ده مش عايزين من فكره كده. ايه؟ لا يا عم احنا مش متعصبين. ماشي ماشي اسمع مني. ده احنا كل اتنين من عندنا بيمسكوا واحد من عندكم لما نيجي نلعب. حاجه جامده اقسم بالله. انا زملكاوي. انت زملكاوي؟ ايه دي المصيبه اللي انت زملكاوي وشايل علم الاهلي ليه؟ انا عارف. جالك قلب تشيل العلم الاهلي يا عم؟ ده في كل حته. ارحمونا بقى ارحمونا بقى. انا عن نفسي ما جاليش قلب اللي انا امسكه، بس هي بنت وكده ومشي. اه فالشهامه بقى بنت وكده. بيقول لك زملكاوي شايل العلم. ايه تقوم تشيل العلم لوحده ليه؟ برضه خدتوا منها ليه يا اخي؟ حرام عليكم بتكسبونا في كل حته. ناسي ماتش 6-1 لما كسبناهم وقطعناهم. ناسي لما رحنا فاكر لما رحنا اليابان؟ فاكر لما الزمالك راح اليابان؟ فاكر عمل فيهم ايه هناك؟ فاكر ولا مش فاكر؟ طب في ايه؟ انت جماعه مش عايزين نتعصب. تاح بعد اذنك. انت بتعصبني يا تاح. انت زملكاوي اصيل امسك العام ده. لو انت زملكاوي وارفعه لفوق قول ايه زمالك. ايه زمالك. انا صوتك انا مش سامع. ايه زمالك. اعلى. لا ارفع العلم لفوق. ممكن تولع لي؟ ايه ده؟ تشرب ايه ده؟ ما مش مشكلة ولع لي وخلاص. ولع لك يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا جدع في ايه بس ايه ده؟ بس 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 انت مش قد الشرب. بتشرب ليه؟ تشرب ليه مش قد؟ ايه ده بس؟ فوق بس بس. مية يا جدعان. بس 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 بس. ايه ده بقى؟ ايه ده ايه ده مش قد الشرب بتشرب ليه؟ يخرب بيتك. لايك الحمد لله. ولع. دعم. Thank you.
بلدينا يا باشا معاك ولا؟ لا معايا ولا معاك؟ اللي معاك ولا عيش ولا؟ ليه بقى؟ عيش ولا يا عم؟ مش بسجاير يشرب يبقى معاه ولا؟ لا انت صاحب كده طبعا ايه مالك؟ سجارة جامدة لا والله تقول لك نفس ان شاء الله ليه مالكش فيها؟ نعم على فكرة بقى انت هتندم يا صاحبي نعم مش عاوزين نندم السجارة ديت تعمل لك أحلى دماغ في الدنيا على فكرة طب بتشربش ليه يا؟ بتشربش ليه؟ بتشربش ليه؟ حد جوان مغربي طلع لا والله مش حاجة علينا طب ولا ايه؟ حاجة عليك تعالى اضرب يا صاحبي ايه يا حاج؟ فيه يا حاج؟ يابا يابا قوم يابا يا حاج خد اشرب يا حاج ها؟ خد اشرب اشرب مش عارف يا بطل اشرب ايه؟ يا عم انا ما بشربش اصلا في ايه ده؟ انت مين؟ علي بس ولا علي انا عايز اعمل حاجه بس معلش مفيش اي حاجه بس ولا علي يا عم ولا علي يا عم بس انا واحده ولا علي بس اسمع من يا عم ما فيش اعمل حاجه والله مش تعمل حاجه يا عم لا والله طلع السجاره ولا والله ما تعمل حاجه بس ولا علي يا عم بس تكلم هات الولاعه هات الولاعه ثانيه واحده بس هات الولاعه لا يا عم تعمل ايه انت ثانيه ولع يا عم السجاره طيب انت يا عم وريني بس يا عم لا انت تعمل ايه وريني بس انت هتعمل ايه يا عم مش هعمل حاجه ثانيه واحده اوريك انا هعمل ايه يا حقيق بس اولع بس بعدين ايه يا عم انت هتعمل ايه ثانيه واحده بس عشان مفيش تقدير يا حاج انت هتفجر الدنيا ولا ايه مفيش تقدير والله يا حاج تقدير خسرنا كتير يا حاج لا انت كده هتصدع عصافير بقى عارف ايه الحكايه يا عم الحاج طب هات الولاعه طيب هات الولاعه بتاعتها يا عم الحاج تعمل ايه ثانيه واحده بتعمل ايه ثانيه واحده بس يا جدع انت بتعمل ايه يا جدع انت تصبر يا عم لا ثانيه واحده بس ما تعملش كده لا في ايه يا عم يا عم الولاعه نزل ايدك طيب لا الولاعه نزل ايدك طيب ما تعملش كده يا عم اوعى يا جدع ما تعملش كده يا جدع يا عم اوعى طب اقول لك على حاجه بقى يلا خد دي يا الصحاب ولا الله بس لا ولا بس صلاة عادي يا ابني ايه اللي معاك ده هتولع ايه ما فيهاش مشكله والله هتولع في ايه انا عايز اعمل حاجه يا ابني انتوا مليتوا البلد يا ابني والله العظيم ايه اللي انتوا بتعملوه ده والله ولا والله بس مفيش حاجه والله ايه والله مفيش حاجه طب ايه ده قطع بس لا 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 والله ولا ما ينفعش والله يعني مش تديني ولا لا مش هخليك تولع تعمل ايه يا عم انت يا عم انا هولع تعمل ايه طب ما ينفعش اوعى لا لا اسمع بس ما ينفعش اوعى طب مش هخليك تولع اوعى هو يا عم ثانيه واحده طب ما تولعش طيب يا ابن المجنونه اولع بس يا صاحبي بس كده ثانية واحدة يا ابو ايه يا عم ده ثانية واحدة ايه يا عم انت ده ثانية واحدة عبيط ولا ايه ثانية واحدة بس يا عم بس يا عم تولع ايه والله دي عادية ما فيهاش حاجة ايه دي هدي بس كده بتعمل بيها ايه والله والله يا عم هدي والله ما بتعمل حاجة ايه والله العظيم ما بتعمل حاجة يا عم هات بس كده ما تعملش طب اسمع بس يا عم طب مش طب انت عايز تاخد بالك ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة يا عم بس بس طب امشي اتفضل خد ادي ابدا يا صاح ايه عايز اولع بس عايز تولع اه دي ولا دي لا الاثنين يا صاح الاثنين ولع لي بس ما تخافش تولع انت مقتنع باللي انت هتولعه ده يا عم انا مقتنع احسن حاجه اللي انت تقتنع ماشي اول مص انت مقتنع انا مقتنع زي لقيتك بتترعش ليه انت ما تخيف ايه طيب
يا عم في ايه؟ لو سمحت يا حاج، ممكن بس تيجي تساعدني؟ فستاني بس اتشبك في الشجرة. اتفضل. حاسب بس الفستان يتقطع. لا ولع لو سمحت. ولعت ايه بس؟ طب ولع بس الفستان. يا عم ده انا بشتكي على الفستان والله. يا عم انت لو خطيبه ولا ايه حاجه اقعد في كفيف. يا عم انا ما اعرفش، انا ما اعرفش اصلا هو بيعمل ايه. انا لقيته مع واحده إيه؟ بيربطني في الشجر. تربطها في الشجره؟ اه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه عسل ده؟ انا كنت واقفه مستنيه جوزي نازل من العماره لقيته مع واحده. يعني هو اللي ربطك؟ طب ليه الاذى يعني؟ يا عم والله لا. طب ده قد بنتك. والله لا. بقول لك والله لا. قول لي والله. قول لي والله لا يا عم. يعني تبلع عليك. والله لا قالت في كل الفلوس. انا مستنيه جوزي اصلا. انا اتصل بيه انت. اتصلي بيه خليه يجي واحنا خليهوني كده. طب ليه يا عم؟ يا عم والله ما حصل. انت جيتي جنبها ليه اصلا؟ هتقطعيها؟ انا كنت مستنيه جوزي ساكن هنا. وايد. طب بالراحه بس. وايد. ها؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بطلع الفستان. شبك في الشجره. شبك في الشجره. ثواني بس، ثواني سيب ايدك بس. ايه ده ايه ده؟ معلش انا كنت قاعده مستنيه جوزي شغله هنا، لقيته جاي بيربط الفستان في الشجره وما اعرفش هو بيعمل ايه. مين بيعمل ايه؟ بيربط ال الفستان في الشجره. بعد اذنك بتاعتك. انا ليه؟ بقول لك احنا عندنا طريقتين بس، يا اما تجيب المانجر. معلش يا شباب، ما انا ما عنديش غير الشيشه دي. خدها ومشي. مش عايز شيشه. مش عايز شيشه يعني؟ عايز. طب اجيب لك ايه؟ هات بس المسؤول بس عن المكان. هات لي شيشه غيرها. يعني انا المانجر، يا اما اتفضل تمشي تجيب شيشه غيرها. ما عنديش شيشه وانا مدير المكان. خير حضرتك؟ نعم. مدير ايه؟ المكان. مدير مكان ايه؟ مدير المكان ده. ده كويس ان انا مدير المكان وبخدم على حضرتك. ده منظر مدير. ده منظر مدير. اه. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت مالك انت؟ انا البس اللي انا عايزه. ذوق ايش؟ ذوق ايه ده؟ استنى. لما تيجي تقعد معايا احسن. ازاي يا استاذ؟ ما اقدرش. انت بتطلع السجاره قدامي؟ لا لا لا، ده انا بجهز لك الشيشه. اتفضل. دي الشيشه؟ اه. دي الشيشه ايه دي؟ شيشه صحيه. فعلا؟ اه. لا انا اشربها ما تعبش. ايوه. طب ما تجيب لي دكتور. حضرتك بتهزر؟ بجد دي شيشه صحيه؟ انا لا بهزر ولا انت اللي بتهزر يا عم. يا استاذ دي شيشه بالكهرباء لسه جايه من الصين. انت شايف ان فيدك دي شيشه؟ ايوه. ودي قرع حله؟ لا دي حضرتك شيشه. دي السيجارة دي جاية مع مع الشيشة. دي جاية مع دي. ايوه. تمام. خلاص بولعها لك انا وبديها لك في ايديك. تمام. اتفضل حضرتك امسكها كده اهوت. وبعد ما امسكها. وانا باخد دي بحطها في الشحن جوه عندي. اه. خلاص وبشغلها حضرتك بتشد وبتشرب. اشد؟ ايوه. وبشرب؟ ايوه. لا والله. اهو حياتك. انت مستغرب ولا ايه؟ بيطلع دخان بقى ولا ما بيطلعش؟ طب بقول لك ايه؟ انا خلقي ضيق ومخنوق. هتاخد الشيشة ولا ارجعها؟ روح نادي المدير بتاعك وتعالى. مفيش. مدير. انا المدير. وانت ازاي تشتغل انا بطولك ده؟ يا عم انت مالك بطول يا عم؟ انا بشتغل. مال مين؟ مالك انت؟ يا عم بس تعالى هنا بس. يا عم اقف بس. اقف رايح فين؟ اقف بس. اوعى يا مين يالا؟ يا مين اقف هنا يا عم؟ اقف هنا تعالى. انا بقى اشربك الصورة بتاعتك دي. تعالى بس حط لي بقك. امسك هنا. تعالى. سمعت ان انتوا عندكم عصير كويس جدا. عصير كويس جدا جدا طبعا. في برتقال؟ في قشطه طبعا. كويس جدا. حظك حلو. هو في كمان برتقال نازل ممكن. طبعا ممكن بس انا متذوق. سمعت ان هو كويس جدا جدا يعني. مش عارف انت بتدوق قبل ما تشرب ولا ايه؟ ماشي. مش عارف. مش قادر احدد. ممكن تاخد بقى كمان. برضو طبيعي؟ طبيعي جدا. متأكد؟ متعزة دلوقتي فش. مش قادر برضه حد. تفتكر يعني انه طبيعي جدا جدا يعني؟ جدا جدا. مفهوش اي ملحوظه؟ ولا اي حاجه.
برتقانه بنقسمها نصين وبنعصر بتنزل البرتقان. مش عاجبني يا راجل. ممكن نجيب واحد تاني. طب جرب الميه. انت خلصت؟ خلص واجرب الميه. والله طعم وحش جدا بجد. الميه بقى كويسه معدنيه؟ طبعا. متاكد؟ من الحنفيه على هنا على طول. لا وحشه جدا جدا جدا. طب مناديل برضو عشان تنسى هواك وتتكب عليك. انت بتهرج ولا بتتكلم بجد؟ ايه لو سمحت في ايه؟ هو ايه اللي ما يصحش كده؟ ليه؟ اما تطلع حضرتك يعني ما ينفعش. هات بقى باذنك كده. هو في ايه؟ ايوه مش خلاص خلاص بس بس خلاص بقى. ثانية واحدة. اتفضل سلام. ما ينفعش يا فندم. اتفضل سلام. بص سرح انت. خلاص ماشي. ما ينفعش كده يا فندم. منديل بس منديل. ياخد منديل بس. منديل منديل. ياخد منديل. منديل بس. ما ينفعش. منديل. هو يعني مش ده كافيه يعني المفروض ينزله زينا. منديل بس عشان. بعد اذنك ممكن تقعد على الترابيزة بتاعتك. منديل منديل. ما هو على الترابيزة بتاعتك. ما فيش. خلاص ما فيش منديل. ياخد منديل. منديل. هنعمل ايه؟ منديل منديل. منديل مش منديل. لو سمحت بس يا عم. هو في ايه؟ ده هو كده. هو على حساب مين يعني؟ مش ايه اللي انت بتعمله ده؟ تزوج بس. انت عبيط؟ تزوج. ايه تزوج؟ انت هبل انت ولا ايه؟ مش انت ده. انا هحسبك تعرفها يعني. انت دخلت. انت فاكر نفسك فين انت هنا؟ لا هو حضرتك بس انا اول مره اقضي المكان فعايز. وانا مالي انا باول مره؟ انت هبل انت ولا ايه؟ عموما اسف لحضرتك جدا. شكلك اصلا متخلف ولا بتدخل اماكن اساسا. اسف جدا. ده انت بارد. طب ممكن نسيب. ميرسي لحضرتك جدا بس هي عامه يعني انا كنت عايز اجربها بس اتزوج بس. انت فاكر نفسك فين انت هنا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ اسف جدا يا فندم. عموما مرسي لحضرتك وانا اسف بس انا بس كنت عايز اتزوج بس بق واحد بس بعد اذنك. انت متخلف. شكرا يا فندم. امشي بقى من وشي عشان ما اضربكش بقى حاجه دلوقتي.